ضاقت السماء السورية على طائرات سلاح الجو الروسي، فأصبحت الأخيرة تسرح وتمرح في سماء العراق وإيران، التي سمحت لأول مرة منذ ثورة عام 1979 لطائرات أجنبية بأن تستعمل أرضها وقواعدها. خبر اليوم: طائرات روسية تنطلق لليوم الثاني على التوالي من قاعدة همدان في إيران لشن غارات على أهداف في سوريا. وفي بقية الخبر: تساؤل عما هو خفي وراء استخدام روسيا للمرة الأولى قواعد عسكرية إيرانية أمام ناظري الولايات المتحدة، وعن المقابل المحتمل الذي حصلت عليه إيران، وفيما إذا كانت هذه الضربات ستمهد الطريق ناريا لتسوية سياسية كبرى يبدو بين الفينة والأخرى أنها تطبخ على نار هادئة بغية وضع حد للصراع السوري. أهلا بكم في بقية خبر جديد، معكم أنا سرمد أكرم. لليوم الثاني على التوالي شنت مقاتلات وقاذفات روسية غارات على أهداف داخل سوريا منطلقة من قاعدة همدان الإيرانية. الغارات استهدفت بحسب وزارة الدفاع الروسية أهدافا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام في حلب ودير الزور وإدلب. بدورها عبرت الولايات المتحدة عن أسفها لهذا المنح الروسي الجديد، والذي قد يمثل نقطة تحول في خريطة المعارك في سوريا التي تتنازعها الدلالات بين التسوية السياسية حينا وبين التصعيد العسكري أحيانا. في غمضة عين إذن، أثبتت الأحداث المتلاحقة حول سوريا أن الصواريخ الروسية يمكنها الكلام بالفارسية، فالأجواء الإيرانية والعراقية تبدو مفتوحة أمام الدب الروسي لتبدأ بذلك صفحة جديدة في كتاب الحرب السورية الدموية. فبعدما ارتأت روسيا أن مطار حميميم السوري وقاعدة إنجرلك في تركيا لا ترتقيان لشهية سلاح جوها بقاذفات تو 22 أم 3 ومقاتلات سو 34، وجدت في القواعد الإيرانية الجوية البديل الأنسب لتستأنف منها اليوم ضرباتها الجوية داخل سوريا، مدمرة بحسب ادعائها مركزين لتنظيم الدولة في دير الزور وقتل 150 مسلحا. وفي الوقت الذي تحلق فيه الطائرات الروسية محملة بمئات الذخائر، تنشغل واشنطن في تقييم ما تخطط له روسيا باستخدامها القواعد الجوية الإيرانية، متهمة إياها بخرق قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يمنع تجهيز وبيع ونقل الطائرات المقاتلة إلى إيران من دون موافقة مجلس الأمن، اتهام لقى نفيا سريعا من الجانب الروسي. لا يوجد أسباب للاعتقاد بأن روسيا خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2231. وفقا لذلك القرار، فإنه من الضروري التنسيق مع مجلس الأمن لتوريد أو بيع أو نقل أنواع معينة من الأسلحة إلى إيران بما يشمل الطائرات الحربية. في الحالة التي يجري نقاشها الآن، نحن لم نورد ولم ننقل ولم نقم ببيع أي طائرة. ردة الفعل الباردة والغير مفاجئة من الولايات المتحدة أرجعها محللون إلى موافقة أمريكية ضمنية وغير معلنة على الخطوات التي تقوم بها روسيا في منطقة الشرق الأوسط، والتي ممكن أن تكون نتاج التفاهمات السرية الروسية الأمريكية. أما البعض الآخر فيرى أن واشنطن في موقف لا تحسد عليه مع ارتقاء العلاقة بين إيران وروسيا، وهو ما قد ينعكس سلبا على الدور المحدود أصلا للولايات المتحدة في الإقليم. هي مرحلة جديدة إذن، اللاعب الأساسي وصاحب الكلمة فيها هو الدب الروسي الذي حصل على الرضا التركي والإيراني والعراقي ليصبح بذلك المرجعية الأساسية ومايسترو السياسة والميدان في الحرب السورية، فيما تقف الدولة العظمى متفرجة مع أيام معدودة تبقت لولاية الرئيس باراك أوباما.
ينضم إلينا من موسكو سيد نيكولاي سوروغوف، أستاذ في معهد موسكو ستيت للعلاقات الدولية، ونرحب أيضا بما ينضم إلينا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان الخبير في الشؤون الإيرانية، وينضم إلينا كذلك من عمان اللواء مأمون أبو نوار الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. البداية معك سيد نيكولاي سوروغوف، هل هذا القصف الروسي القادم من إيران هو نقطة تحول في الصراع في سوريا؟ بالفعل قد يكون ذلك نقطة تحول، فالقتال على الأرض مكثف، القاعدة في حميميم مكتظة، ولذلك فإن سلاح الجو الروسي كان بحاجة إلى قاعدة أخرى، واستخدام قاعدة همدان يمكن روسيا من استخدام تكتيكات أخرى، خاصة بالنسبة للقاذفات الروسية التي يمكنها أن تتلقى الأوامر وأن تتوجه مباشرة إلى روسيا. وبما أن القتال كثيف للغاية، فقد نرى في المستقبل القريب تغيرات رئيسية، خاصة أن تركيا مستعدة الآن للتعاون، كما أن العراقيين يتخذون موقفا أكثر نشاطا في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وكما أن هناك مساعي لإغلاق الحدود في وجه الإمدادات للتنظيم. البعض هنا في موسكو يعتقد أن الوضع قد تتغير على جناح السرعة في سوريا. طيب سيد اللواء مأمون، القاذفات تعد من صنف الطائرات الاستراتيجية، هناك من لا يرى ضرورة أساسا لنشرها في إيران، لأن هذه الطائرات الاستراتيجية تستطيع أن يعني تنفذ مهامها انطلاقا من قواعد روسية، إذا ما المغزى؟ لا، هي تعتبر طائرة يعني ذات مدى تعبوي استراتيجي، وهي قاصفة استراتيجية مخصصة أيضا لضرب القنابل النووية، لكن هي الحقيقة عملياتها من همدان أو حمدان أقل تكلفة، تتجاوب مع مسرح العمليات بسرعة أكثر، يعني عمالك بتقلل المسافة بحدود 1300-1600 كيلومتر، يعني كانوا يأتوا هن من جنوب روسيا من موزدوك وتأخذهم ساعات الحقيقة، هنا يكون في العراق بحدود نصف ساعة، وحمولتها هي الأهم، حوالي 40,000 طن إذا كانت جاي من روسيا من جنوب روسيا الحمولة سوف تقل، ومصروف البنزين وعلاقتها كذا، يعني بلاش أدخل في التفاصيل الفنية، فهذه المربح. لكن هي أيضا خطرة لو كانت في مجال في مطار حميميم، ممكن الثوار أن يضربوا هذا المطار وبذلك تنتهي القوة الجوية الفضائية الروسية أو النظام، يعني هذا المدرج الوحيد اللي بتطلع منه القاصفات. طيب، قلت هذا، استخدموا هذه القاصفات قبل فترة في ضرب الشمال السوري أيضا تدمر ودير الزور. هذه القاصفة يعني صحيح ممكن أن تغير من الناحية التكتيكية، أما تقلب موازين كلية على الأرض أنا لا أعتقد ذلك. هي أعتقد ما حدث نتيجة ما حدث في حلب في الراموسة في فتح الثغرة أو المدخل، كان هنالك تأخر من الطائرات النظام والطائرات الروسية لدعم هذه المعركة البرية ووقف هذا الخرق، وفشلوا بذلك فارتبكوا، وكان هناك نوع من يعني تحيروا ماذا سوف يفعلون فوجدوا هذا. هي أيضا تأتي يعني كرسالة للأمريكان بأنها يعني المحور المعسكر الأسدي اللي هو تركيا، عفوا روسيا إيران والميليشيات المرتزقة الأخرى متمسكة بالأسد والبقاء في السلطة، هي أيضا بتزيد النفوذ الروسي يعني وتبين عرض عضلات القوة طيب العظمى سعود معك في الناحية العسكرية. نعم سعود معك في هذه الرسائل، وأيضا فيما يتعلق بما ذكرته من نقاط حول الميدان والمعادلة في الميدان. دكتور حسن هاشميان، برأيك هل هذه الخطوة الروسية جاءت نتيجة تفاهمات روسية أمريكية
أم نتيجة وقف هذه التفاهمات؟ نعم، تحية لكم. أنا لا أعتقد ذلك، أن هذه الخطوة الروسية تأتي بعد تفاهمات خاصة أمريكية روسية، وحتى لو هناك كانت تصريحات سابقة في هذا الموضوع، ولكن هذه الخطوة هي ضد المصالح الأمريكية وحتى ضد الأمن القومي الأمريكي، لأن الآن روسية وبذريعة سوريا ومسائل أخرى تتوسع وتتمدد، ولأول مرة تدخل في قاعدة إيرانية بهذا الشكل. هذا سيكون ليس فقط خرقا للموازين الموجودة في حرب سوريا، بل خرقا لاتفاقيات قديمة تتعلق بموقف إيران ووجود إيران تجاه النظام الروسي السابق وأيضا النظام الروسي. طيب، ما دلالة هذا الآن إيران تخرق هذا؟ يعني ما دلالة هذا الأمر؟ دلالته نعم، دلالته أن روسيا الآن تغلب الموازين حتى على الناتو، حتى على المجموعة المتعلقة بالناتو، وأيضا تغلب الموازين في الجغرافيا السياسية المتعلقة بإيران. تعرفون أن إيران وفي تاريخ الحديث إطلاقا لم تكن من ضمن القطب الروسي، أما كان هناك بولشفيين أما بوتينيين. من هذا المنطلق الآن بوتين يقلب هذه الموازين في دخوله. أنا أريد أذكركم واقعة تاريخية في عام 1925، البريطانيين عندما قاموا بتقديم الأهواز النفطية إلى إيران، الهدف كان أن إيران تقف في وجه التمدد الروسي البولشيفي الذي كان في ذلك الزمان. الآن إيران تقلب هذه الموازين. الآن في أمريكا هناك حديث يتحدث من حقهم الآن يدخلوا في الأهواز مثلا، لأن كل الموازين الآن تغيرت وانغلبت. ومن هذا المنطلق أنا هنا أعرف أن هناك دوافع كبيرة حول هذه القضية وانقلابات في الموازين حول هذه القضية. طيب، لحد يوم أمس كان هناك تفاهمات أمريكية روسية فيما يخص، واسمح لي في هذه النقطة أن أنتقل إلى موسكو. سيد نيكولاي، يعني لحد يوم أمس كان هناك تفاهمات أمريكية روسية فيما يخص عملية مشتركة لضرب ما تصفه روسيا الإرهاب في حلب. ما الذي جرى حتى يعني تختلف الأمور وتخطو روسيا هذه الخطوة التي لا تتسق على ما يبدو مع تفاهمات سابقة؟ كما ذكرتم وأنتم محقون في ذلك، هذه التفاهمات سرية لأن الولايات المتحدة ليست مستعدة لإبداء التعاون علنا، ولكن التعاون موجود وهناك تفاهم، خاصة أن الولايات المتحدة لا تود أن تطلع إلى حد بعيد في هذا الصراع، بينما روسيا تقف على استعداد للعمل على جناح السرعة وبكفاءة. ويجب أن أضيف أن وجود الطائرات في إيران مؤقت، وهناك فقط عدد من الضباط والجنود، ولكن الطائرات بعيدة المدى لا تزال تقوم بمهامها من روسيا، ولكن قاعدة همدان تستخدم لإعادة تزويد الطائرات بالوقود فقط، ولذلك لا أرى مؤشرا حقيقيا على تعاون دائم بين روسيا وإيران. هذا حل مؤقت يسمح بزيادة الدعم الجوي للجيش السوري، ولذلك لا أعتقد أن الأمريكيين سيعارضون ذلك. ويجب أن أقول أيضا إن حمولة الطائرات أكبر، وهناك أنظمة خاصة تسمح لتلك القاذفات بضرب الأهداف بدقة بالغة باستخدام الذخيرة التقليدية.
ولكن هذا ليس أمرا سياسيا بل عملية عسكرية من شأنها أن تسمح لإحراز تقدم أسرع ليس فقط في حلب بل في سوريا بصفة عامة. طيب سيد اللواء مأمون، استمعت إلى هذا الكلام، كنت تتحدث عن المعادلة الميدانية، أي تأثير لهذه الخطوة الروسية على المعارضة في سوريا، المعارضة المسلحة؟ أنا أخالف ضيفك الحقيقة من موسكو، يعني لما ترسل وتنشر 6 طائرات بحجم التيو 22، هاي بدها قوة بشرية، بدها إدارة، بدها فنيين، بدها مخازن للقنابل، بدها مخازن للوقود، يعني هذا انتقال كبير. يعني الذهاب إلى يعني إلى قاعدة حمدان بتقول للأمريكان فاين أنتوا ما بدكم تيجوا، هاي نحن نعمل البزنس تبعكم أكثر. أيضا هي بتقول إنه يعني هي عملية لدعم الإسناد الجو الحرس الثوري الإيراني اللي هو بحاربه الميليشيات الشيعية أيضا النجباء والرضوان وإلى ذلك. ايضا يعني الوضع بحدود كميه القذائف اللي بترميها هي هائله، هي عباره لو تطلع هاي 6 طائرات دفعه واحده على اي مكان ترمي بتنفي المدينه وما عليها. انت بتحكي عن 40,000 طن قنابل من الفاب 1500، قنابل مدمره صحيح موجهه، لكن هذا بيستخدموه في القصف السجادي، لكن لن يستطيعوا فعل ذلك، ان العالم كله سيقف ضدهم، وخاصه اذا ما بدت نقل مثل قناتكم او قنوات اخرى بتنقل الاطفال والشيوخ، كيف بقتلوا الناس الابرياء؟ يعني لن يسمح العالم بهذا، هذه جريمه حرب كبرى لما يحدث، وهو قصف عبثي الحقيقه ما نشاهده. ايضا يعني ما في المصالح، ممكن هذه مقايضه ايضا بتفرجي الامريكان والغرب، ايضا سوف يعطوا للايرانيين فرضا الاس 300 الأنظمة الصاروخية، هذه محتملة، وأيضا تبادل بالأسلحة. طيب في هذه النقطة يعني اسمح لي أيضا هنالك في مصالح، لو سمحت لي نعم أكمل النقطة تفضل. هاي يعني المصالح التركية الروسية الإيرانية مصالح براغماتية مبنية على جيوسياسي اقتصادي، المسألة والأزمة السورية شغلة ثانوية بالنسبة لهم. تركيا ملتزمة لأن هنالك نفوذ كردي، يعني الوضع التركي يختلف شوية لأنه نفوذ كردي في الشمال يتمدد، وهذا خطر على الثوار وخطر على تركيا. لنرى ماذا سوف تفعل تركيا، هل هنالك تفاهمات بين تركيا والروس بخصوص مصير الأسد، وهل يعني هذا الفترة يعني هاي الفترة ابقاء في السلطة هذا غامض إلى متى؟ يعني طيب. الوضع غير متبلور، الأمريكان موقفهم غير واضح وغير مفهوم، مسلمين الأجندة كلها للروس، يعني وهذا يدل عمق يعني التدخل الروسي في المنطقة. طيب نقاط كثيرة أثرتها. إنه نعم تفضل أخيرا. خليني أكمل النقطة لو نعم. سمحت. نعم عذر الوقت. في حلب يعني. حلب هي التي سوف تؤدي إلى التسوية. اللي ماسك حلب هو اللي بروح للتسوية. هذا الوقت لسه من يعني. طيب. وقت طويل. سوف نأخذ وقت طويل لحل هذه الأزمة. طيب دكتور حسن هاشميان، سمعت لهذا الكلام، نريد أن نعرف يعني قبل ما هي النقاط الالتقاء بين تركيا وإيران وروسيا، قبل نقاط الالتقاء بين هذه الدول الثلاث، ماذا لإيران من خلال السماح لروسيا باستخدام قواعدها؟ يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أوضح أن ما قاله الزميلنا من موسكو غير صحيح، وأهم دليل على ذلك أن كان احتجاج قوي في داخل البرلمان الإيراني حول استقرار هذه الغازفات في القاعدة الجوية في همدان، وأيضا استقرار طاقمها، وأيضا الوقود والعتاد المتعلق بها. أن هذه القاذفات غير موجودة وما شابه ذلك هذا كلام إطلاقا غير صحيح. أما ما تحصل عليه إيران، تحصل على تكتيكات في الحرب المتعلق في سوريا. لإيران موضوع حلب جدا مهم، الهزائم التي تلقتها أخيرا في حلب خاصة في جنوب حلب كانت ثقيلة عليها، من هذا المنطلق الآن تتشبث بكل شيء حتى تغلب
بالمعادلة في حلب، وهذه تأتي في إطار هذه المصالح، لأن إيران ليس لديها خيار آخر إلا الاحتفاظ ببشار الأسد. ولكن عندما ننتقل إلى روسيا أو تركيا، أعتقد ربما هناك تطرح خيارات أخرى وهناك مصالح أخرى. مثلا الآن دخول روسيا في العمق الإيراني سيكون أهم من حيث معيار المصالح أو تقييم المصالح الروسية، أهم من بشار الأسد، أهم من حلب، وأهم من حرب سوريا. من هذا المنطلق أنا أعتقد أن التقييم الروسي يختلف تماما عن التقييم الإيراني، وأيضا التقييم التركي هناك بعض المصالح ربما يتفقون مع الجانب الروسي، ولكن هذا ليس قريبا إلى ما تطلبه إيران. أنا أعتقد أن تركيا لديها اختلافات أساسية في موضوع سوريا مع إيران. طيب سيد نيكولاي، يعني برأيك، يعني إذا ما استمر التعاون، هذا التعاون بطبيعته الحالية بين روسيا وإيران، ماذا يمكن أن يفرز من تداعيات في المستقبل؟ لا أعتقد أن هناك إمكانية لتحالف عسكري دائم بين إيران وروسيا. كما ذكرت، هذا حل مؤقت. لقد تحدثت إلى المؤسسة العسكرية الروسية، وحسب علمي هناك عدد من الجنود والضباط في إيران، ولكن القاذفات تنطلق من روسيا ولا تستخدم قاعدة همدان إلا للتزويد بالوقود، فلا يمكن الحديث عن تحالف روسي إيراني، ولكنه مجرد تعاون لحل الأزمة السورية. وفي جميع المجالات الأخرى هناك أهداف مختلفة لروسيا وإيران. انظر إلى علاقة روسيا مع المنطقة. لروسيا علاقة طيبة ليس فقط مع إيران، ولكن مع الجزائر والأردن والمغرب، مع دول سنية أخرى. ولذلك فإن روسيا لا تقف إلى جانب الشيعة، ولكنها تتعاون مع إيران لحل مشكلة محددة. ولا أعتقد أن الإيرانيين سيتحملون تدخلا أو وجودا عسكريا أجنبيا على الأراضي الإيرانية. فنحن طبعا كنا أحد الشياطين إبان الثورة الإيرانية، ولا أعتقد أن هذا التعاون سيدوم. ولكن ما دام القتال مستمرا في سوريا، وما دام لنا عدو مشترك هو تنظيم الدولة الإسلامية، فإن الإيرانيين سيتعاونون. طيب سيد اللواء مأمون، باختصار شديد، يعني إذن بغض النظر عن ما قلته قبل قليل من أن روسيا لن تقدم على استخدام هذه الطائرة، ولكن ألا ترى أن هذه المرة يعني الاستهداف ليس فقط كما كانت تصر واشنطن تنظيم الدولة، ولكن سيتحول الاستهداف بعد هذا التعاون العسكري إلى استهداف المعارضة بأجمعها؟ هي تقوم بضرب المعارضة الآن، هي تستغل الفرصة بضرب المعارضة، تضرب سراقب، إدلب، كلهم يعني فصائل. على فكرة المعارضة يعني ضرورة القتال سوف توحدهم الآن أكثر، وإذا ما لم يقف العالم معهم على فكرة، يعني راح يصير عندنا radicalization، بالنسبة تطرف كبير في المنطقة. أعتقد الوضع في حلب هو الذي سيقرر مستقبل سوريا. الوضع غير واضح، التوازن كما هو أنا كما أراه الآن، دخول هذه الطائرات على مستوى تكتيكي ممكن، لكن لن تغير أو تقلب الموازين كاملة على الأرض. الضيف بيحكي انه ما بيستخدموها من حمدان، كيف ذلك؟ كانوا يبعثوها من روسيا صحيح، اذا ما الفائده من ابعاد 6 طائرات مع هذه القوى البشريه السانده لهذه العمليات الى ايران؟ يعني هل الهدف سياسي؟ بنقد نفسه، ساعه بقول عسكري، نحن نريد ان نعرف. لا، هذه الطائرات الان سوف تقلع من ايران، وزي ما قلت لك، لا، ايران خالفت، يعني المسؤولين خالفوا الدستور الايراني وخرقوا قوانين المتعلقة بالنووي الإيراني وما يترتب عليه بعدم تزويد والأسلحة والطائرات أو التعامل معها. مع ذلك يقوم بذلك. روسيا عندها الفيتو
في مجلس الأمن تستطيع أن تقف ما تريد. يعني روسيا هي أصبحت تضع السياسات في المنطقة الشرق الأوسط. زي ما قلت لك الجيوسياسي في المنطقة بدأ يختلف واستغلت الفراغ الأمريكي في تلك المنطقة. أمريكا يعني نفذت خياراتها كاملة. نعم وعذرا لضيق الوقت سيد اللواء مأمون أبو نوار الخبير العسكري الاستراتيجي من عمان شكرا جزيلا لك. والشكر كما أشكر أيضا من واشنطن سيد حسن هاشميان الخبير في الشؤون الإيرانية. والشكر موصول أيضا لسيد نيكولاي سوروغوف الأستاذ في معهد موسكو للعلاقات الدولية. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء في بقية خبر جديد.